بسم الله الرحمن الرحيم. العشيقة، محاضرة للشيخ محمد العريفي. الله الذي فتح أبواب الجنان وزينها لأهل الهدى والإيمان وملأها بالحبور والسرور وأعدها بالأنهار والقصور، أحمده سبحانه على جميع الإحسان وأشكره على جليل الفضل والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، إن الحديث عن الجنات مشوق للمؤمنين والمؤمنات ودافع إلى الأعمال الصالحات. الجنة تلك الأمنية الغالية التي يسعى إليها الساعون ويتسابق إليها المؤمنون. الجنة شعلة تكوي قلوب العاشقين وتسهر ليل المتعبدين، استعذبوا من أجلها العذاب وتحملوا جليل المصاب. الجنة دار المتقين والشهداء والصالحين، هي نور يتلألأ وريحانة تهتز وفاكهة وخضرة، فيها العباد المنعمون الذين يأكلون ولا يتغوطون ويشربون ولا يبولون ويتطيبون ولا يمتخطون، يضحكون ولا يبكون ويقيمون ولا يرتحلون ويحيون ولا يموتون. فيها الوجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة، فيها الحور العين والجمال المبين، فيها النعيم الدائم والعاشق الهائم. فيا راغبا في الجنان وطالبا رضا الرحمن، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت، بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها، جعلت السعي منك لها على الأجفان. ولقد وصفت طريق مسكنها، فإن رمت الوصال فلا تكن بالواني، أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزماني. فاعشق وحدث بالوصال النفس، وابذل مهرها ما دمت ذا إمكاني، واجعل صيامك قبل لقياها، ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان، واجعل نعوت جمالها الحادي، وسر تلقى المخاوف وهي ذات أمان. هي دار السلام سلمت من كل بلية وآفة، هي دار الخلد لا يموتون فيها ولا يشيخون، وهي دار المقامة لا ينتقلون منها ولا يملون، وهي جنة المأوى أوى إليها المؤمنون بعد دار النكد والبلاء، وهي جنات عدن، وهي دار الحيوان، وهي الفردوس، وهي جنات النعيم والمقام الأمين، وهي مقعد صدق عند مليك مقتدر. فسبحان من غرست يداه جنة الفردوس عند تكامل البنيان، ويداه أيضا أتقنت لبنائها، فتبارك الرحمن أعظم باني. لما قضى رب العباد العرش قال تكلمي، فتكلمت ببياني، قد أفلح العبد الذي هو مؤمن، ماذا ادخرت له من الإحسان. فيها الذي والله لا عين رأت، كلا ولا سمعت به الأذنان، كلا ولا قلب به خطر، المثال له تعالى الله ذو السلطان. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: خلق الله جنة عدن بيده، لبنة من درة بيضاء، ولبنة من ياقوتة حمراء، ولبنة من زبرجد خضراء، ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وحشيشها الزعفران. ثم قال لها انطقي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. نعم، جنة عالية يزينها الله لأحبابه، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يدعوا عنهم التعب والنصب ويدخلوك. فتسابق إليها عشاقها وتنافس لخطبتها أحبابها، ولم يكونوا يكتفون بعمل واحد، وإنما كانوا ينوعون القربات ويتسابقون إلى الخيرات. وانظر إلى الصحابة الكرام لما اجتمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فحدثهم عن الجنات ثم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله من ماله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. ثم قال: وللجنة ثمانية أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة.
عندها يقفز أبو بكر البطل على قدميه ويصيح بين يديه: قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على أحد من بأس إن دعي من تلك الأبواب كلها. همة عالية، يريد أن يدخل من جميع تلك الأبواب وأن يسابق إلى جميع تلك الطاعات، فيقول عليه الصلاة والسلام: نعم نعم، وأرجو أن تكون منهم. عندها يعمل لها أبو بكر جاهدا، فيجمع ماله 40,000 يفك به المؤمنين من العذاب، فاشترى بلالا وأعتقه، واشترى عمارا وأعتقه. نعم، يعمل لها أبو بكر فيصدق بكل ما يحدث به النبي عليه الصلاة والسلام. فيخبرهم صلى الله عليه وسلم يوما في مكة أنه في ليلة واحدة أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء. عندها يكذب أكثر الناس ويصدق الصديق أبو بكر. نعم، همة عالية وأمنية غالية، أبواب ثمانية واسعة باقية يريد أن يسابق إليها. بين كل مصراعين من هذه الأبواب مسيرة 40 سنة، وليزدحمن عليها المؤمنون ويلتقي عندها المحبون. فإن كانت نفسك تحركت شوقا إلى الجنات وتاقت إلى أنهارها ومتعها، فاسمع إذن أوصافها وصفاتها: تلك المنازل ربة الإحسان، هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان، والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجفان. والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان، وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن. والأمر من قبل ومن بعد له، سبحانك اللهم ذا السلطان. الجنة دار الحبور والسرور، ينسى فيها المريض مرضه، والمصاب مصابه، والفقير فقره، والمقهور قهره. ليس فيها هم مال يجمع، ولا منصب يرفع، ولا مرض يزول، ولا سجن يطول، ولا بيت يبنى، ولا ولد يشفى، ولا عدو يخشى. نعم، ليس فيها كروبات، بل فرحة ومسرات. وإذا سمعت خبر أدنى أهل الجنة منزلة، علمت أن ما خفي عنا كان أعظم. روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك. ثم يقول في نفسه: لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. قال: فترفع له شجرة يراها من بعيد، فيقول: يا ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها ولأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها؟ فيقول: لا لا يا ربي. ثم يعاهد ربه ألا يسأله غيرها، وربه عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه الله تعالى منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. فإذا مضى عليه وقت رفعت له شجرة هي أحسن من الأولى، فيتصبر فلا يستطيع أن يصبر، فيقول: أي ربي أي ربي، أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول الله: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ لعلي إن أدنيتك منها أن تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيتصبر فلا يستطيع أن يصبر، فيقول: أي ربي أي ربي، أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول الله: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: بلى يا ربي، لا أسألك غيرها أبدا. وربه عز وجل يعذره
لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها. فإذا أدناه سمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي ربي أدخلنيها. فيقول الله: يا ابن آدم، ما يصريني منك؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: يا ربي، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ عندها ضحك ابن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث ثم قال لأصحابه: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: مما تضحك يا رسول الله؟ فقال: من ضحك رب العالمين، حين قال العبد: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول الله تعالى: هذا لك ومثله معه ومثله معه ومثله معه. عندها يقول في الخامسة: رضيت ربي، رضيت ربي. فيقول الله تعالى له: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. وفي رواية غير الصحيح أن الله تعالى يقول له بعد ذلك: يا عبدي، سل، اسأل، اطلب. فيقول: يا ربي، ألحقني بالناس. فيقول له الله تعالى: الحق بالناس. فينطلق يرمل في الجنة، يعني يجري، حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا، فيقال له: ارفع رأسك، ما لك؟ فيقول: رأيت ربي، أو ترى آلي ربي؟ فيقال له: ارفع رأسك، إنما هو منزل من منازلك. ثم يلقى رجلا فيتهيأ للسجود له، فيقال له: مه، ما لك؟ فيقول: رأيت أنك ملك من الملائكة. فيقول له: إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك. فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر، فإذا هو درة مجوفة، سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها. هذا أدنى أهل الجنة منزلة. أما أعلاهم منزلة فهم الذين غرس الله كرامتهم بيده وختم عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. هذا وأدناهم وما فيهم دني، إذ ليس في الجنات من نقصان، فهو الذي تلقى مسافة ملكه بسنيننا ألفان كاملتان، فيرى بها أقصاه حقا مثل رؤيته لأدناه القريب الداني. أو ما سمعت بأن آخر أهلها يعطيه رب العرش ذو الغفران أضعاف دنيانا جميعا عشر أمثال لها سبحان ذي الإحسان. روى الترمذي والطبراني أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة ألف سنة. وفي رواية: مسيرة ألفي سنة. وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجه الله غدوة وعشيا. والريح يوجد من مسيرة أربعين، وإن تشامية فمرويان. سبحان من غرست يداه جنة الفردوس عند تكامل البنيان، ويداه أيضا أتقنت لبنائها، فتبارك الرحمن أعظم باني. وكلما كان العمل أكثر كان الوجه أنظر والجزاء أكبر. وأول البشر دخولا إلى الجنة على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا لا يكون أول الناس دخولا وهو الذي علق قلبه بالسماء؟ فإذا سمعهم يرددون: يا ساحر، يا كاهن، يا كذاب، هان عليه ذلك. نعم، هان عليه، ما دام أن الذي في السماء راض، ما دام أن الذي في السماء راض فما عليه ما فاته من الدنيا. فلما أرضى ربه بالصبر على البلاء، وأرضاه بالدعوة والإباء، وأرضاه بالجهاد والفداء، قال له الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يسجد صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، فيمضي شقي من أشقياء قريش، ثم يأتي بسلى جزور. أتدري ما سلى الجزور؟ إذا ولدت الناقة وليدها وخرج معه ما يخرج من دماء وفرث، أخذه ذلك الرجل الشقي، أخذ بين يديه هذا الدم والفرث وما فيه من أذى يتقاطر من بين يديه، ثم أقبل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ثم جعله بين كتفيه حتى سالت الدماء والفرث والأذى على وجهه ورقبته ولحيته عليه الصلاة والسلام.
يستحق أن يكون أول أهل الجنة دخولا، ثم أول الأمم دخولا إلى الجنة هم أمته عليه الصلاة والسلام، وأول من يدخل من هذه الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم يدخل المؤمنون إلى الجنة بعد ذلك على أكمل صورة وأجملها، على صورة أبيهم آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيده فأتم خلقه وأحسن تصويره، طوله 60 ذراعا في السماء، يدخلون نفوسهم صافية رضية وأرواحهم طاهرة زكية، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، فلله ما أبهى تلك الصور، ينسى الدميم دمامته والمعوق إعاقته والمشوه قباحته، بل يحتقر الجميل سابق ملاحته والوسيم سابق وسامته، وقد صارت وجوههم أنوارا وأبدانهم أطهارا، وأول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون ولا ينامون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد، يدخلونها جردا مردا بيضا جعدا مكحلين أبناء 33، ويعطى الواحد منهم قوة 100 في الفراش، ألوانهم بيض وليس لهم لحى، جعد الشعور مكحل الأجفان، هذا كمال الحسن في أبشارهم وشعورهم وكذلك العينان، ولقد أتى أثر بأن لسانهم بالمنطق العربي خير لسان، فإذا دخلوها فإذا الأشجار تفوح بالأطياب، والملائكة ترحب عند الأبواب، وقد رضي عنهم الملك الوهاب، رقت منهم القلوب وأكرم علام الغيوب، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، فإذا دخلوها تلفتوا في أرجائها فوجدوا السرور المرفوعة المجهزة للأحباب، والأكواب الموضوعة المهيئة للشراب، والوسائد المصفوفة تأخذ بالألباب، رأوا الوجه الناعم والظل الدائم، الروائح الزكية والقصور العلية والثياب الندية، هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليل 6 بعد 8، السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولي سبق إلى الإحسان، والزمرة الأخرى كأضواء كوكب في الأفق تنظره به العينان، أمشاطهم ذهب ورشحهم فمسك خالص يا ذلة الحرمان، هذا وسنهم 3 مع 30 التي هي قوة الشبان، والطول طول أبيهم 60 لكن عرضهم 7 بلا نقصان، هذا كمال الحسن في أبشارهم وشعورهم وكذلك العينان، ولقد أتى أثر بأن لسانهم بالمنطق العربي خير لسان، والريح يوجد من مسيرة 40 وإن تشامية فمرويان، فينزلون في الجنة حيث شاءوا، إن شاءوا على أنهارها، وإن شاءوا في ظلالها، وإن شاءوا على أرائكها، أما إن نزلوا في خيامها فهي عجب، قال عليه الصلاة والسلام: إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، وأما قصورها فهي أعجب، أرأيت قصرا يبنى بالذهب والفضة والياقوت والمرجان والجوهر والزمرد؟ في المسند قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها،
وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وقد جهزت غرف وقصور في الجنان لصالحين وصالحات أحسنوا الأعمال وتعبدوا للكريم المتعال، فبنيت قصورهم وهم في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم وهو يذكر أنه دخل الجنة قال: فسمعت خشفة في الجنة، أي صوت مشي، قلت: من هذا؟ فقيل: هذا بلال. فما شأن بلال؟ يسبق إلى هناك. سئل بلال رضي الله تعالى عنه عن ذلك، وقيل قد سأله النبي صلى الله عليه وسلم: بما سبقت إلى الجنة؟ فقال رضي الله تعالى عنه: ما أعلم من عمل صالح غير أني يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين. قال عليه الصلاة والسلام: ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فمن كان يريد بناء قصره وهو في الدنيا فليستمع. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه الركعات فصلت في حديث آخر، فبين عليه الصلاة والسلام أنها 2 ركعة قبل الفجر، و4 ركعات قبل الظهر، و2 ركعة بعدها، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء. فمن صلاها في كل يوم بنى الله تعالى له في كل يوم بيتا في الجنة. فالبيوت بناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة، نوعان مختلفان، وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان، وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية الإتقان، والطين مسك خالص أو زعفران جاب ذا أثران مقبولان، والأرض مرمرة كخالص فضة مثل المرات تنالها العينان، حصباؤها در وياقوت كذاك لآلئ نثرت كنثر جمآن، وترابها من زعفران أو من المسك الذي ما استل من غزلان، غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان، للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن، فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان، وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار ذي الجريان، لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان، فيها الأرائك وهي من سرر عليهن الحجال كثيرة الألوان. فتخيل نفسك في الجنة وتخيليها وقد أعدت لكم الأرائك في حدائقها والسرر في بساتينها بألوان فاخرة وصور ناضرة، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجن الجنتين دان، النمارق مصفوفة والزرابي مبثوثة والسرور مرفوعة، طول السرير في السماء 100 ذراع، فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه تواضع له، نزل له حتى يجلس عليه، فإذا جلس عليه ارتفع إلى مكانه. وأينما تلفت في الجنة رأيت العجائب، الأنهار تجري من تحت قصورها وينغمس فيها أهلها. قال الله وهو يصف أنهارها: أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. أنهار حوافها من ذهب، وترابها الدر والياقوت، وريحها أطيب من المسك، وماؤها أحلى من العسل، ولونها أبيض من الثلج، فتتقلب كما شئت في أنهارها، وإن شئت فأتي الفردوس فهو أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. أنهارها
في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة وما للنهر من نقصان عسل مصفى ثم خمر ثم أنهار من الألبان من خمرة لذت لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان والخمر في الدنيا فهذا وصفها تغتال عقل الشارب السكران وبها من الأدواء ما هي أهله ويخاف من عدم لذي الوجدان فنفى لنا الرحمن أجمعها عن الخمر التي في جنة الحيوان. نعم، خمر الجنة منزه عن آفات خمر الدنيا، فلا صداع ولا لغو ولا نزف مال ولا تضيع عيال ولا كره مذاق. أما خمر الدنيا فرجس من عمل الشيطان توقع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتدعو إلى الزنا والفساد، وربما أوقعت الرجل على بنته وأخته، وتذهب الغيرة وتورث الخزي والندامة والفضيحة وتلحق شاربها بالمجانين. فمن هجروا خمر الدنيا شربوا من خمر الآخرة، وإن شاءوا شربوا من عين الكافور. قال الله: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وإن شاءوا سقوا من تسنيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. وإن شاءوا غرفوا من السلسبيل ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. يتمتعون بهذه الأنهار وهم في ظلال الأشجار، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. أشجار الجنة أيها الإخوة والأخوات دائمة العطاء، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا. ومن طيب الثمار أنها تتشابه في أشكالها وتختلف في طعومها، يعني تأكل الرمانة اليوم فيكون لها طعم، فإذا أكلت أختها من الغد من الشجرة نفسها وجدت لها طعما آخر، فإذا تناولتها في اليوم الثالث فإذا الشكل نفسه لكن الطعم جديد، فلا تزال تكون مشتاقا في كل يوم كيف سيكون طعمها. قال الله: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وفي الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال الله: وظل ممدود. نعم، وظل ممدود، فتخيل نفسك متكئا تحتها تنعم بجمال ظلها، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. الجنة سيقان الأشجار من ذهب وأوراقها في أعلى الرتب وثمارها قريبة ممن رغب ومن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، ومن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست له أشجار. وعند باب الجنة شجرة عظيمة ينبع من أصلها عينان، الأولى يشرب منها الداخلون والثانية منها يتطهرون. أشجارها نوعان، منها ما له في هذه الدنيا مثال ثاني، وكذلك الرمان والأعناب والنخل التي منها القطوف دواني،
فيلذها في الأكل عند منالها وتلذها من قبله العينان. يا طيب هاتيك الثمار وغرسها في المسك ذاك الترب للبستان. وكذلك الماء الذي تسقى به يا طيب ذاك الورد للظمآن. وإذا تناولت الثمار أتت نظيرتها فحلت دونها بمكان. بل ذللت تلك القطوف فكيفما شئت انتزعت بأسهل الإمكان. نعم كيفما شئت انتزعت بأسهل الإمكان. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير قوله تعالى وذللت قطوفها تذليلا، قيل له كيف ذللت قطوفها؟ فقال إذا جلس العبد في الجنة فنظر إلى ثمرة في الغصن فإذا هم أن يتناولها تدلى إليه الغصن، يقترب إليه الغصن حتى يتناول ما يريد، فهي مذللة يتناولها إن شاء قائما وإن شاء قاعدا وإن شاء مضطجعا. وثمارها ما فيه من عجم كأمثال القلال فجل ذو الإحسان. وظلالها ممدودة ليست تقي حرا ولا شمسا وأنا ذاني. أو ما سمعت بظل أصل واحد فيه يسير الراكب العجلان. مئة سنين قدرت لا تنقضي هذا العظيم الأصل والأفنان. فأهل الجنة في فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وليس أكلهم عن جوع ولا شربهم عن ظمأ ولا تطيبهم عن نتن، وإنما هي لذات متوالية ونعم متتابعة. ألا ترى أن الله تعالى قال لآدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فهو يأكل من غير جوع ويستظل من غير شمس تؤذيه، وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان. وفواكه شتى بحسب مناهم يا شبعة كملت لذي الإيمان. لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان. وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان. قال ابن مسعود رضي الله عنه إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيقع بين يديك مشويا، يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني. وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذاك شراب ذي الإحسان. هذا شراب أولي اليمين ولكن الأبرار شربهم شراب ثاني. يدعى بتسليم سنام شربهم شرب المقرب خيرة الرحمن. هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان. كروائح المسك الذي ما فيه خلط غيره من سائر الألوان. فتعود هاتيك البطون ضوامرا تبغي الطعام على مدى الأزمان. لا غائط فيها ولا بول ولا مخط ولا بصق من الإنسان. ولهم جشاء ريحه مسك يكون به تمام الهضم بالإحسان. ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق نوعان معروفان. وهم الملوك على الأسرة فوق هاتيك الرؤوس مرصع التيجان. نعم والله ملوك على الأسرة على رؤوسهم التيجان وعند أقدامهم الخدم والغلمان. ولماذا لا يكون حالهم كذلك وهم طالما أطاعوا لما عصى الأشقياء وبذلوا لما بخل الجبناء وثبتوا على دينهم وقد عظم البلاء وصدقوا في محبتهم لربهم فاستحقوا أن يفرحوا بلقائه ويتنعموا بقربه. هذا الذي أعده الله تعالى هناك جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله
لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا شيء من نعيم الجنة، ووالله إنما خفي فهو أعظم. عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيا أيها الناس، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن أعظم ما وصف الله من نعيم الجنة ما فيها من الزوجات والحوريات، وأول من يتمتع بذلك النساء المؤمنات. نعم، فما أطيب عيش المؤمنة في الجنة عندما تتقلب في أنهارها وتشرب من عسلها، بل وتنظر إلى وجه ربها، ويكمل الجمال ويزين للمؤمنات في الجنات. فإذا كان الله تعالى قد وصف الحور العين بما وصف، وهن لم يقمن الليل ولم يصمن النهار ولم يصبرن عن الشهوات، فما بالك بجمال المؤمنات وهن طالما خلون بربهن في ظلمة الليل يسمع نجواهن ويجيب دعاءهن، طالما تركن لأجل رضاه اللذات وفارقن الشهوات. فيا بشرى المؤمنات في الجنات، وقد تلقتهن الملائكة عند الأبواب تبشرهن بالنعيم وحسن الثواب، وقد ازددن جمالا فوق جمالهن. قال الله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات. نعم، والمؤمنات ماذا وعد؟ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمنة في الجنة قد كملت خلائقها وأكمل حسنها، كالبدر ليل الست بعد ثماني، والشمس تجري في محاسن وجهها، والليل تحت ذوائب الأغصان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران. روي أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة، أي كفضل ظهارة الثوب على بطانته. ومعلوم أن الظاهر من الثوب من القماش يهتم الناس بجماله ويغالون بقيمته أكثر مما يهتمون ببطانة الثوب التي لا يراها أحد. قالت: قلت: يا رسول الله، وبماذاك؟ قال: بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله عز وجل. ألبس الله عز وجل وجوههن النور وأجسادهن الحرير، بيض الألوان، خضر الثياب، صفر الحلي، مجامرهن الدر، وأمشاطهن الذهب، يقولن: ألا نحن الخالدات فلا نموت أبدا، ألا ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا، ألا ونحن المقيمات فلا نضعن أبدا، ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، طوبى لمن كنا له وكان لنا. المرأة في الجنة لو تفلت في بحار الدنيا لعذبت كلها، ولو اطلعت من سقف بيتها إلى الدنيا لأخفى نورها نور الشمس والقمر. نعم، هذا نعيم المؤمنات في الجنات. فالجنة للرجال والنساء، بل من النساء الصالحات من جاءتها بشراها بالجنة وهي لا تزال في الدنيا. فعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل يوما فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام ممن؟ من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. مؤمنة بشرت ببيت في الجنة وهي لا تزال تمشي على قدميها في الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وهي
أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنها. ولا ننسى تلك المرأة الصالحة التي كانت تمشط بنت فرعون ثم قتلها فرعون قتلة بشعة وقتل قبلها أولادها. روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة، فقلت: ما هذه الرائحة؟ فقيل لي: هذه ماشطة بنت فرعون وأولادها. فاسمع إلى أوصاف نساء الجنة، واسمعي أوصافهن، لعل نفسك أن تشتاق لتكون واحدة منهن. فما وصفت الحور العين بوصف إلا وكان وصفك أجمل منه أضعافا. والحور العين من خلق الله في الجنة، أنشأهن الله إن شاء فجعلهن أبكارا عربا أترابا. خلق الله تعالى الحور العين من الزعفران. عجبا إذا كانت الصورة الآدمية اليوم في حسنها وتناسقها وهي مخلوقة من تراب، فكيف يكون حال الحور العين؟ فكيف يكون حال الحور العين وقد خلقنا من الزعفران وهن عفيفات؟ قال الله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين، أي قصرن أبصارهن على أزواجهن، متحببات إلى أزواجهن، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. كأمثال اللؤلؤ المكنون، لونه ضوء الشمس، ما عبثت به يد، وهن كالياقوت والمرجان. فهن خيرات حسان، مقصورات في الخيام، مطهرات من الحيض والنفاس والبول والغائط والمخاط، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إذا مشت رأيت مخ ساقها من وراء لحمها، وإذا التفتت ظننت الكون مجتمعا في حسنها، وإذا أطلت رأيت نور الشمس في وجهها. وعند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولا ملأته ريحا، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. قال محمد بن كعب رحمه الله: والله الذي لا إله إلا هو، لو أن امرأة من الحور العين أطلعت سوارها لأطفأ نور سوارها الشمس والقمر. ثم قال: فكيف بالمسورة؟ يا جماعة، إذا كان هذا الجمال وهذا النور من السوار الذي في يدها، إذن اليد التي تلبس السوار كيف سيكون جمالها ونورها؟ وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن في الجنة حوراء يقال لها العيناء، إذا مشت مشى حولها 70,000 وصيف عن يمينها وعن يسارها كذلك، وهي تقول: أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن في الجنة حوراء يقال لها لعبة، لو بزقت في البحر لعذب ماء البحر كله. مكتوب على نحرها: من أحب أن يكون له مثلي فليعمل بطاعة ربي. وقال مالك بن دينار: إن في الجنة حوراء يتباهى بها أهل الجنة من حسنها، لولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا عن آخرهم من حسنها. وروى أحمد والترمذي بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. فاسمع واسمعي صفات عرائس الجنات: ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيان، حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران، ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان، فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان، لله لاثم ذلك
ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أمان. قال يزيدنا الرقاشي: بلغني أن نورا سطع في الجنة، لم يبق موضع في الجنة إلا دخل فيه من ذلك النور، فيتعجب أهل الجنة يقولون: ما هذا النور؟ فيقال: هذا النور خرج من فم حوراء ضحكت في وجه زوجها. هذا النور خرج من فمها لما ضحكت. اسمع ماذا قال ابن القيم، يقول: لله لاثم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أمان، ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان، والقد منها كالقضيب اللدن في حسن القوام كأوسط القضبان، والمعصمان فإن تشأ شبههما بسبيكتين عليهما كفان، كالزبد لينا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزان، لا الحيض يغشى ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان، ولقد روينا أن شغلهم الذي قد جاء في ياسين دون بيان، شغل العروس بعرسه من بعد ما عبثت به الأشواق طول زمان، بالله لا تسأله عن أشغاله تلك الليالي شأنه ذو شان، واضرب لهم مثلا بصب غاب عن محبوبه في شاسع البلدان، والشوق يزعجه إليه وما له بلقائه سبب من الإمكان، وافى إليه بعد طول مغيبه عنه وصار الوصل ذا إمكان، أتلومه 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 أن صار ذا شغل به لا والذي أعطى بلا حسبان. يا رب غفرا قد طغت أقلامنا، يا رب معذرة من الطغيان، أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان، الساق مثل العاج ملموم يرى مخ العظام وراءه بعيان، والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان، وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان، وهي العروب بشكلها وبدلها وتحبب للزوج كل أوان، أتراب سن واحد متماثل سن الشباب لأجمل الشبان، بكر فلم يأخذ بكارتها سوى المحبوب من إنس ولا من جان، وأعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفان، فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزمان، ما هاهنا والله ما يسوى قلامة ظفر واحدة ترى بجنان، لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن تفعل رجعت بذلة وهوان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن حوراء أخرجت كفها بين السماء والأرض لفتتنا الخلائق بحسنها، ولو أخرجت نصيفها يعني الخمار الذي تجعله على رأسها لكانت الشمس عند حسنها مثل الفتيلة في الشمس لا ضوء لها، ولو أخرجت وجهها لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض، وإذا بدت في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان، تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان، وتبخترت في مشيها ويحق ذاك لمثلها في جنة الحيوان، ووصائف من خلفها وأمامها وعلى شمائلها ومن أيمان، كالبدر ليلة تمه قد حف في غسق الدجى بكواكب الميزان، فلسانه وفؤاده والطرف في دهش وإعجاب وفي سبحان، فالقلب قبل زفافها في عرسه والعرس إثر العرس متصلان، فسل المتيم
أين خلف صبره في أي واد أم بأي مكان؟ وسل المتيم كيف حالته وقد ملئت له الأذنان والعينان من منطق رقت حواشيه ووجه كم به للشمس من جريان. وسل المتيم كيف مجلسه مع المحبوب في ريح وفي ريحان؟ وتدور كاسات الرحيق عليهما بأكف أقمار من الولدان. غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بثوب الوصل مشتملان. أتراهما ضجرين من ذا العيش؟ لا، وحياة ربك ما هما ضجران. ولا يمل أحدهما من الآخر أبدا، ويزيد كل منهما حبا لصاحبه جديدا سائر الأزمان. فيا أيها العشاق، بل يا أيها الشباب الذين تعلقت أبصارهم براقصات في بارات، أو مغنيات فاجرات، أو بكاسيات عاريات، مائلات مميلات، دعوا عنكم النتن، دعوا النتن، علقوا أنفسكم بالجنات. يا مطلق الطرف المعذب في الأولى، جردن عن حسن وعن إحسان، وجمالها زور ومصنوع، فإن تركته لم تطمح لها العينان. فجمالها قشر رقيق تحته ما شئت من عيب ومن نقصان. فانظر مصارع من يليك ومن خلا من قبل من شيب ومن شبان. واخطب من الرحمن خودا ثم قدم مهرها ما دمت ذا إمكان. والله لم تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو للحطام الفاني، لكن خرجت لكي تعد الزاد للأخرى فجئت بأقبح الخسران. أهملت جمع الزاد حتى فات، بل فات الذي ألهاك عن ذا الشان. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان. أما أهل الجنة فهم يتقلبون في نعيمها، وحالهم كما قال الله: يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وقال الله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. نعم، هم مشغولون، مشغولون بالنظر إلى وجه الجبار، والتقلب في الأنهار، وافتضاض الأبكار، ومجالسة الأخيار، وصيد الأطيار، والضحك على أهل النار. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. فلله ما أبهى ذلك النعيم. ثم يأتي أعلى نعيم يمر على أهل الجنة، وألذه وأكرمه وأبركه، أنهم يرون ربهم. نعم، يرون ربهم الذي طالما عبدوه في الأسحار، وبكوا من خشيته في النهار، الذي فروا إليه عند الكروبات، وخافوا من مراقبته في الخلوات، الذي صدقوا رسله وأطاعوا أمره، لم ينشغلوا عنه بلذة في ليل ولا معصية في نهار. فهم اليوم يقبلون بأبصارهم عليه، وينظرون إليه، ويقفون بين يديه. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير كله بين يديك، فيقول: هل رضيتم؟
فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربي، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي رواية عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالنظر إلى وجه الله الكريم هو الزيادة، وهو المتعة الكبرى والعطية العظمى، بل هو والله أعظم كرامة. فينظر المؤمنون إلى ربهم فيفرحون: أهذا ربنا الذي طالما دعوناه فاستجاب، واستغفرناه فغفر وتاب؟ أهذا ربنا الذي فارقنا لأجله أوطاننا وبدلنا أموالنا وأرواحنا؟ أحقا هذا ربنا الذي سجدنا له في الأسحار وبكينا من خشيته في النهار؟ هذا ربنا الذي سمى نفسه رحيما فرحمنا، ولطيفا فلطف بنا، وقريبا فاستجاب دعاءنا؟ فينظرون إلى وجه الحي الذي لا يموت، الذي سالت الجوامد لهيبته، واندكت الجبال من خشيته، وجرت الأنهار بقدرته. وجهه أعظم الوجوه، وجاهه أعظم الجاه، وجماله أكمل الجمال. ينظرون إلى ربهم فلا يلتفتون إلى نعيم آخر ما داموا ينظرون إليه. نعم، ينسون والله الأنهار وجريانها، والحور العين ودلالها، والثمار ولذتها، والقصور وسعتها. ينسون كل نعيم ما داموا ينظرون إلى العزيز الرحيم. والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان. أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان، فإذا توارى عنهم عادوا إلى لذاتهم من سائر الألوان. فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحبذ الأمران. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان. أو ما سمعت بأنه سبحانه حقا يكلم حزبه بجنان، فيقول جل جلاله: هل أنتم راضون؟ قالوا: نحن ذو رضوان. أم كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم ينله قط من إنسان؟ فيقول: أفضل منه رضواني، فلا يغشاكم سخط من الرحمن. أو ما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان: يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد، وهو منجزه لكم بضمان. قالوا: أما بيضت وجهنا كذا أعمالنا ثقلت في الميزان. وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا من مدخل النيران. فيقول: عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني. فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا كروادى مسلم ببيان. فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا روادى مسلم ببيان. ولا زالت الجنة كل يوم تزداد حسنا وبهاء. قال الله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي قربت وزينت. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم في الجنة يعوض الله المحسن عن إحسانه والمجاهد عن جهاده والصابر عن صبره والمريض عن مرضه والفقير عن فقره والمبتلى عن بلائه والداعية عن دعوته والعالم عن علمه، فهي أمنية العاشقين وعشيقة الصالحين ومهوى أفئدة السالكين، فما دمعت العيون إلا شوقا إليها ولا احترقت القلوب إلا عشقا لها، وكلما اشتهيت في الجنة يتحقق. فهذا رجل يحب الخيل فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله، هل في الجنة خيل؟ فإنها تعجبني. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن أحببت أتيت بفرس من ياقوتة حمراء تطير بك في الجنة حيث شئت. وهذا رجل آخر في الجنة يتمنى الولد فيحقق الله له أمنيته في ساعة واحدة، حيث تحمل وتضع في ساعة، عند الترمذي وأحمد بإسناد صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. وهذا رجل يحب مجالسة إخوانه فيسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استقر أهل الجنة في الجنة اشتاق الإخوان إلى الإخوان. قال: فيطير سرير هذا إلى سرير هذا فيذكران ما كان بينهما في الدنيا، ويقول له: أتذكر مجلس كذا جلسنا فدعونا الله أن يغفر لنا فغفر لنا. وفي مجلس آخر يقعد عند النبي عليه الصلاة والسلام رجل من البادية، فيقول صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه عن الجنة: إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال الله له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب الزرع. قال: فبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال. فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فلما سمع الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه القصة قال: والله يا رسول الله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعيم مقيم، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أفلا يستحق هذا النعيم الكثير والملك الكبير أن تترك لأجله لذات حاضرات؟ والله لو كنت مشتاقا لخمر الجنة لتصبرت عن خمر الدنيا، ولو اشتقت للحور العين لغضضت بصرك عن الحرام وأحصنت فرجك عن الحرام، ولو صدق شوقك للذة النظر إلى وجه الله الكريم لبكيت في الأسحار وصمت النهار، ولو اشتقت لمجالسة الأنبياء لتركت مجالس الفحشاء. فالجنة ليست بالأماني، لقد اشتاق لها أقوام ففارقوا أوطانهم وهجروا أولادهم فعاشوا غرباء. الناس يتركون الصلاة وهم يصلون، والناس يأكلون الربا وهم يتورعون، والناس يقارفون الفواحش وهم يعفون، كل ذلك لأجل ربهم لما اشتاقوا إليه. تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان، جليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان، رقت حواشيه وعاد لوقته ينهال مثل نقا من الكثبان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن ما ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان، يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان.
يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر العشاق عنك وهم ذو إيمان. يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني. لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني. فالأمر يحتاج إلى تشمير، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصرخ في أصحابه قائلا: ألا من مشمر للجنة فإنها ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وزوجة حسناء. فقال الصحابة: نحن المشمرون لها يا رسول الله. وإذا شبع الإنسان واطمأن رأى عنده نهرا يجري ونعما تسري وفاكهة حاضرة ونعمة ناضرة، اشتهى أن يجالس أحدا يسليه أو يؤانسه ويغنيه. قال محمد بن المنكدر: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأنفسهم عن مجالس اللهو ومزامير الشيطان؟ أسكنوهم رياض المسك. ثم يقول للملائكة: أسمعوهم تمجيدي وتحميدي. وقال شهر بن حوشب: إن الله جل ثناؤه يقول لملائكته: إن عبادي كانوا يحبون الصوت الحسن في الدنيا فيدعونه من أجلي فأسمعوا عبادي. قال: فيأخذون بأصوات من تسبيح وتكبير لم يسمعوا بمثله قط. فنزه سماعك، نزه سماعك، إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان. لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان. إن اختيارك للسماع النازل الأدنى على الأعلى من النقصان. والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان. والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن. فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان. فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يا لذة الأسماع لا تتعوض بلذاذة الأوتار والعيدان. أو ما سمعت سماعهم فيها غنى الحوراء بالأصوات والألحان. واهن لذياك السماع فإنه ملئت به الأذنان بالإحسان. واهن لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان. واهن لذياك السماع فكم به للقلب قلب من طرب ومن أشجان. وقد يتساءل بعضكم أو بعضكن: هل في الجنة أسواق؟ فأقول: نعم. روى الترمذي وابن أبي عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوها بفضل أعمالهم. قال: فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله تبارك وتعالى فيبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فيوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ياقوت ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قال: ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول: يا فلان ابن فلان، أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ فيذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول العبد: بلى، أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى، فبمغفرتي بلغت منزلتك هذه. قال: فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم
فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. قال ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم. قال: فيأتون سوقا قد حفت بها الملائكة، فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الآذان، ولم يخطر على القلوب. قال: وقربهم من الله تبارك وتعالى في سوق الجنة بقدر تبكيرهم إلى صلاة الجمعة، فمن بكر فصار أقرب إلى الإمام، صار أقرب إلى الحي القيوم يوم المزيد. يأتون سوقا لا يباع ويشترى فيه، فخذ منه خذ منه بلا أثمان. لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما إحسان، فيها الذي والله لا عين رأت، كلا ولا سمعت به الأذنان، كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلسان. واهن لذا السوق الذي من حله نال التهاني كلها بأمان. يا من تعوض عنه بالسوق الذي ركزت لديه راية الشيطان، لو كنت تدري قدر ذاك السوق لم تركن إلى سوق الكساد الفاني. فهم إلى يوم المزيد أشد شوقا من محب للحبيب الداني. أو ما سمعت بشأنهم يوم المزيد وأنه شأن عظيم الشان؟ هو يوم جمعتنا ويوم زيارة الرحمن وقت صلاتنا وأذان. والسابقون إلى الصلاة هم الأولى فازوا بذاك السبق بالإحسان. سبق بسبق، والمؤخر هاهنا متأخر في ذلك الميدان. والأقربون إلى الإمام فهم أولو الزلفى هناك فهاهنا قربان. ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب يقول: يا ابن فلان، هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان؟ فيقول: ربي أما مننت بغفرة قدما فإنك واسع الغفران. فيجيبه الرحمن: مغفرة التي قد أوصلتك إلى المحل الداني. والمرء قد يتنعم في الدنيا بأنواع النعيم، لكنه إذا ذكر انقطاع لذاته بالموت والمرض تكدر وحزن. أما في الجنة فلا مرض ولا موت. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون: نعم هذا الموت. ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون مستبشرين يرجون الشفاعة ويقولون: نعم نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، وكيف لا يفرحون وهم الذين صبروا على طاعة ربهم وسخروا جوارحهم لدينهم. قال الله جل وعلا: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. نعم كنا خائفين من ربنا، فكنا نحفظ أسماعنا ونغض أبصارنا ونحفظ ألسنتنا ونطهر أموالنا ونعف بفروجنا، ما هو الجزاء؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل، ماذا كانوا يفعلون؟ ندعوه إنه هو البر الرحيم. وقال جل جلاله: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن،
نعم أذهب عنا الحزن، فلا شدة في الجنة ولا سآمة ولا مرض ولا حزن ولا تعب، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أو ما سمعت منادي الإيمان يخبر عن مناديهم بحسن بيان، لكم حياة ما بها موت وعافية بلا سقم ولا أحزان، ولكم نعيم ما به بؤس وما لشبابكم هرم مدى الأزمان، كلا ولا نوم هناك يكون ذا نوم وموت بيننا أخوان. أو ما سمعت بذبحة للموت بين المنزلين كذبح كبش الضان، بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان. يا غافلا عما خلقت له انتبه، جد الرحيل فلست باليقظان، سار الرفاق وخلفوك مع الأنى قنعوا بذا الحظ الخسيس الفاني، ورأيت أكثر من ترى متخلفا فتبعتهم ورضيت بالحرمان، لكن أتيت بخطتي عجز وجهل بعد ذا وصحبت كل أماني، منتك نفسك باللحاق مع القعود عن المسير وراء راحة الأبدان، ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إمكان. وفي مجالس أهل الجنة يتذكرون أهل الشر الذين كانوا في الدنيا، يتذكرون ما كانوا يستهزئون بهم إذا مشوا إلى الفجر في الظلمات، يتذكرون ما كانوا يستهزئون بمظاهرهم إذا استقاموا على السنة والطاعات، نعم يتذكرون أولئك الذين طالما استهزأوا بهم فيما يكتبون وفيما يقولون وفيما به يتكلمون، يتذكرون أولئك الذين كانوا يشككون أهل الإيمان ويدعونهم إلى الكفران. اسمع إلى حكاية الله لأهل الجنة، قال الله: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. فلا يجدونه معهم في الجنة. قال: هل أنتم مطلعون، هل تطلعون تبحثون عنه في النار؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. عندها تشفى صدور المؤمنين الأخيار من أولئك الفجار الذين طالما استهزأوا بهم في الدنيا وضيقوا عليهم في دينهم ووقفوا في طريق دعوتهم، فهنا يفرح المؤمنون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. نعم، لعنة الله على الظالمين، هذا حال أهل المعصية في ذل الآخرة. بل لو تأملت والله لوجدت أن أهل المعصية في عذاب في الدارين، وهم في الدنيا وإن دلت ظواهرهم على أنهم سعداء إلا أنهم في الحقيقة في ضيق دائم، كدحاً وكدا لا يفتر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان. والله لو شاهدت هاتيك الصدور رأيتها كمراجل النيران، ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان، أبدانهم أجداث هاتيك النفوس اللائي قد قبرت مع الأبدان، أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. وختاما يا راغبا في الجنان وطالبا رضا الرحمن، لو كنت
تدري من خطبت ومن طلبت، بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها، جعلت السعي منك لها على الأجفان، ولقد وصفت طريق مسكنها، فإن رمت الوصال فلا تكن بالواني. أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزماني، فاعشق وحدث بالوصال النفس، وابذل مهرها ما دمت ذا إمكاني، واجعل صيامك قبل لقياها، ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان، واجعل نعوت جمالها الهادي، وسر تلقى المخاوف وهي ذات أمان. نعم، تلقى المخاوف وهي ذات أمان. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأن يرزقنا فيها الاجتماع مع الأنبياء الأطهار والشهداء الأبرار، وأن يجعلنا ممن ينظرون إلى وجه العلي الكبير المتعالي الجبار جل جلاله. هذا والله تعالى جل وأكرم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وتقبلوا تحيات مركز النجاشي للبرمجيات، هاتف رقم 27-40-11-0، صندوق البريد 36-15-63، الرياض 11,313.